بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام، والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلة الشيخ، وأهلا به وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ولا يزال الحديث عن الآيات التي ورد فيها لفظ الصيام، ومن هذه الآيات قول الله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فضيلة الشيخ، علنا نبدأ بالحديث عن اللغو في الأيمان، ما المقصود به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته لإثبات شيء أو نفيه أو تأكيد أو حث على شيء. والله جل وعلا إنما شرع الكفارة في اليمين المنعقدة، أما اليمين غير المنعقدة فإنها ليس فيها كفارة، واليمين التي لا تنعقد هي اللغو، والمراد بها اليمين التي لم يقصدها الحالف وإنما جرت على لسانه من غير قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه وهو لم ينوي اليمين، فهذه ليس فيها كفارة. وهذا معنى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هي اليمين التي لم يقصدها، وإنما تكون الكفارة في اليمين التي انعقدت. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتموه وعقدتموه وقصدتموه من الأيمان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كفارة اليمين ما هي يا شيخ؟ كما بينها الله سبحانه وتعالى أنها من نوعين، نوع تخيير ونوع ترتيب. أما التخيير فبين 3 أشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الخصال 3 مخير فيها، بأيها كفر أجزأته، وأفضلها العتق، أفضلها العتق، ثم يليه الإطعام، ثم يليه الكسوة. وإنما الآية بدأت بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يجد شيئا من هذه 3، ما قدر على أن يعتق، ولا قدر أن يطعم 10 مساكين، ولا قدر أن يكسو 10 مساكين، فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. وبعض الناس أو كثير من العوام يغلط ويظن أن الكفارة هي الصيام، لذلك يذهب إلى الصيام على طول، وهذا غلط ولا يجزيه. إذا كان يقدر على العتق أو على الإطعام أو على الكسوة فإن الصيام لا يجزيه، لأن الله قال فمن لم يجد، يعني لم يجد شيئا من هذه الأمور 3، فصيام 3 أيام. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل له أن يخرجها دريهمات نقدا مثلا عن الكسوة أو عن الطعام؟ يخرج كما أمره الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمره بهذه الأمور الثلاثة التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، فيفعل ما أمره الله به. وأما إخراج النقود فهذا لا يجزي لأنه خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم. مقدار الكفارة في الأطعام شيخ؟ صحيح أن المقدار نصف صاع لكل مسكين، كما في كفارة حلق المحرم لرأسه كما مر، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصف صاع لستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فيقاس عليها أيضا كفارة اليمين، فيكون الصحيح أن مقدار الكفارة لكل مسكين نصف صاع. نعم. والجمهور من الفقهاء يقولون يكفي ربع الصاع. نعم. وهو المد. نعم. شيخ لو أخرجها مطبوخة أو نيئة هل هناك فرق بالنسبة للأطعام؟ الأصل أنه يخرجها حبوب. نعم. يخرجها حبوب أو تمر، يخرجها غير مطبوخة من أجل أن يتوسع بها الفقير، إن شاء أكلها وإن شاء باعها وإن شاء أهداها أو تصدق بها. فالذي عليه الجمهور أنه لابد من أن يخرجها حبوبا، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي أنه يطعم المساكين طعاما مطبوخا، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم. نعم. هنا أيضا فيه إشكالية يا شيخ، لو جمعهم على عشاء مرة واحدة هي العشرة كلهم هل يجزئ هذا؟ نعم. وإذا صرنا إلى القول بإخراج الطعام المطبوخ، نعم، وكل واحد سواء وزعه على الأفراد أو جمع عليه المساكين بعدد المساكين وأكلوا، أو جمع جماعة من المساكين وأكلوا ثم يجمع جماعة آخرين ويطعمهم حتى ينتهي العدد. نعم. هنا فضيلة الشيخ لا يتصور قضية القياس بربع المد بربع الصاع أو نصف الصاع. نعم. أقول إخراجها ذكرتم قبل قليل أنه يكون نصف صاع، وقال البعض أنه ربع صاع. في العشاء عندما يطرح للفقراء ليأكلوا منها، كيف يتصور أنها يخرجها بذلك وتكون مجزئة إن شاء الله؟ نعم، لأنه إذا أشبع المسكين، المقصود إشباع المسكين. نعم. فإذا أشبعه حصل المقصود. نعم. الحمد لله. قوله بأوسط ما تطعمون به أهليكم، المقصود به شيء؟ يعني يطعم المساكين في كفارة اليمين من المتوسط، لا يؤمر بالجيد. نعم. الثمين ولا يجزئه الردي، وإنما يكون من المتوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. في الآية أيضا قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هل بينتم المعنى وجهتم في ضوئه إلى حفظ الأيمان؟ للعلماء في هذا قولان. نعم. القول الأول أن معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. نعم. فالإنسان لا يكثر من الأيمان، وإنما يحلف عند الحاجة فقط، ويكون صادقا في يمينه احتراما لليمين، لأن الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف معناه كثير الحلف. فإذا كان الإنسان يكثر من الأيمان فهذا دليل على استهانته بها، أما إذا كان يقلل من الأيمان فهذا دليل على تعظيم الأيمان. فيكون معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف، بل احفظوها ولا تحلفوا إلا عند الحاجة، وتكونون على بر في أيمانكم. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم أي كفروا عنها، فحفظ الأيمان على هذا القول معناه إخراج الكفارة عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
انفاق السلعة بالحلف، وقد يكون صادقا صاحبه، حكمه شيء؟ إذا كان كاذبا فهو عاصي وآثم، وهذا من أخبث المكاسب، الذي يروج، هو من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة، يعني الذي يروج سلعته باليمين. وكذلك منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يحلف إلا بيمينه، ولا لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. فعليه وعيد شديد هذا الذي يستعمل الأيمان. أما إن كان صادقا فلا إثم عليه، لكن لا يلجأ إلى هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مناسبة ختام هذه الآية بقوله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون على هذا البيان الذي بينه الله لكم، فتشكرون الله على هذه النعمة، وأنه بين لكم ما يجب عليكم وما يبرئ ذممكم وما يقربكم إليه سبحانه، فهذا من أعظم نعمه التي تستحق الشكر. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ، ولعلكم تختمون هذه الحلقة بالحديث عن ما يحدث من بعض المسلمين في التلاعب باليمين، وتعريف أيضا اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يحلف بها على أمر ماضي وهو كاذب، كأن يقول والله ما جاء فلان، والله ما فعلت كذا وكذا، أو إنني فعلت كذا وكذا وهو كاذب، والله إني اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب، أو إنها سيمت مني بكذا. هذه اليمين الغموس هذه ليس فيها كفارة، وإنما فيها التوبة والاستغفار، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، السؤال أقول هنا البعض يتلاعب باليمين، توجيهكم لهم يا شيخ؟ نعم، هذا كما سبق في الجواب الذي قبل هذا، في أن الأكثر من اليمين هذه من صفة المنافقين. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، قال سبحانه في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وقال عليه الصلاة والسلام في آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالذي يتلاعب باليمين ويتساهل فيها هذا دليل على خصلة من خصال النفاق أنها فيه، فيجب على المسلم أن يعظم اليمين وأن يحترم اليمين. وكذلك من الأيمان المحرمة الفجور في الخصومة، يعني يحلف في الخصومة إذا توجهت إليه اليمين عند القاضي فيحلف وهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا كان المنكر متعمدا للكذب لأجل أن يأخذ مال أخيه ويحلف على ذلك عند القاضي، فهذه هي اليمين الفاجرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعينا الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.